شيعتنا. قال الإمام الرضا عليه السلام إلى أخيه زيد: يا زيد، اتق الله، فإن بلغنا ما بلغنا بالتقوى، فمن لم يتقي ولم يراقبه فليس منا ولسنا منه. يا زيد، إياك أن تهين من به تصول من شيعتنا فيذهب نورك. يا زيد، إن شيعتنا إنما أبغضهم الناس وعادوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم لمحبتهم لنا واعتقادهم لولايتنا، فإن أنت أسأت إليهم ظلمت نفسك وأبطلت حقك.